مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام. طبعا كلنا تابعنا الحدث البشع الحريق فيصل اللي كل تابعه على مواقع التواصل الاجتماعي اللي فضل مستمر لمدة 3 أيام. هذا الحدث ده تم في عقار بمنطقة فيصل قرب من الطريق الدائري. لو انت ماشي على الطريق الدائري او كنت مسافر بتيجي تتحرك لاكتوبر، هتشوف ان انت تحس ان انت شايف حتة من جهنم. النار مشتعلة في هذا العقار، والحقيقة ان رجال الاطفاء ما قدروش يتمكنوا من السيطرة على الحريق بالرغم من دفع 36 عربية اطفاء، نتيجة ان هذا المكان يفتقد الى السلام يفتقد الى وسائل الامان والسلامة الصناعي، جعلت هذه المهمة صعبة جدا كمهمة انتحارية. رجال الاطفاء مش عارفين يعملوا اي شيء، الاماكن المكان مغلق جدا، صعبت من ان هم يقدروا يسيطروا على الحريق. والحقيقة رجال الاطفاء ورجال الشرطة تمكنوا من اخلاء العقار والمباني المجاورة لهذا البرج. والحقيقة هذا البرج، يعني انا لحد دلوقتي لما قريت بيانات عنه مش مصدق، البرج على مساحة 1000 متر، وكمان مكون من 14 دور، ده ب 108 شقة، مساكن منهم بس 15 شقة. هذا المبنى مخالف. الكارثة الثانية ان المكان اللي تسبب فيه الحريق ان هو عبارة عن مصنع ومخزن للأحذية، اللي ساعد بسبب ماس كهربائي ساعدت على اشتعال الحريق. ده هذا البدروم، تخيل لما يكون عقار فيه اهالي وفيه مصنع من تحت، والمصنع غير مرخص اصلا كمان، والبدروم غير مرخص. العوامل اللي بتستخدم في المصنع ساعدت على الاشتعال، وخاصه ان الاحذيه معروفه بتستخدم فيها الكله والتنر، فده ساعد على عمليه الاشتعال. الكارثه الحقيقيه الاكبر ان مفيش اصلا البدروم، مفيش فيه اي فتحه او اي منفذ ان هو تمكن رجال الاطفاء من ان هم يتمكنوا من السيطره على الحريق، لدرجه ان هو تم الاستعانه بدقاق من اجل بس يعملوا 4 ثقوب. وفي الاخر خافوا رجال الاطفاء بعد التشاور مع المهندسين، وقفوا عمليات الاطفاء خايفين ان العقار يتم يسقط ويتسبب في كارثة حقيقية. والحقيقة ان صاحب العقار نتيجة هذا المشهد تعرض لأزمة قلبية واوضع في احدى المستشفيات، وتم التحفظ عليه لحين التحقيق معه في هذا الامر. انا برضو عايز اتكلم على حاجة، ان محافظ الجيزة نزل واتكلم وشاف وطالب المواطنين بان هم يبلغوا عن اي عقار مخالف في بدروم او بيستخدم في يعني او مصنع، وخاصة ان احنا بعد 25 يناير المواطنين استغلوا حالة الفوضى او حالة عدم التوافر الامني في ان هم استغلوا ان هم يتم البناء العشوائي، وده سبب كارثة حقيقية. بقينا بنشوف ابراج بتطلع بال 15 دور 14 دور بدون اي حد يتكلم معها، دون ان تراعي اي اشتراطات امنية، دون ان تراعي السلامة، وده بينظر بكارثة زي اللي احنا شفناها دي. حريق مش قادرين يتمكنوا منه بسبب ان يفتقد لمعايير الاشتراطات الأمنية والسلامة. الحقيقة النهاردة سيادة المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة النيابة الإدارية أصدر قرار بفتح تحقيق عاجل في واقعة هذا الحريق من أجل الوقوف على مدى سلامة الإجراءات اللي تم فيها إن هو يتم فيها هذا العقار الحصول على الترخيص. إحنا معنا نص القرار أهوت على الصورة على الشاشة، أمر بفتح التحقيق في هذا الموضوع، وأيضا التحقيق مع مين المسؤولين اللي اعطوا هذا الشخص ان هو يسهله ان هو سابوه لحد الان ان هو يبني برج من 14 دور. الحقيقه دي برضو سؤال مطروح، مين يتحمل هذه المسؤوليه؟ حقوق الناس اللي ساكنه، في ناس تحوشت عمرها في هذا البرج وضاعت. ما هو دلوقتي الاشتراطات الامنيه كلها او المصير هذا العقار سيتم ازاله خلاص، ده 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 كل اللي هيوصل له سيتم ازاله هذا العقار. دي كارثه تانية، حقوق الناس دي فين؟ انا كمواطن اشتريت وسكنت وتحوشت عمري كلها في قلب البيت، مين اللي مسؤول عن هذا الامر؟ هل صاحب العقار هو اللي مسؤول، ولا فين المسؤولين؟ المسؤولين اللي في العهد البائد اللي استغلوا حاله الفوضى وخلاص، وسابوا كل الناس شغاله زي ما هي عايزه، وكل واحد يحقق ربح ومكسب. برضو انا برضو يعني انا مش عايز احامل نفسي على صاحب العقار، ما انت يعني انت مخالف ليه؟ يعني انت تخيل ان احنا برج 108 شقه، انت مش مسكن منهم 15 شقه، ما تمشي بالاشتراطات. فعلا المحامي بيتحدث ان هم تم التصالح ودفعنا يعتبر نص مليون جنيه من اجل التصالح،
في حين ان في مصادر امنيه بتتكلم ان تم رفض التصالح في هذا العقار. احنا معانا يعني احد سكان الابراج المجاوره واللي تم اخلاءها لهذا البرج، الاستاذ جمال على الهاتف. استاذ جمال الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ جمال، حضرتك من ضمن السكان البرج المجاور لهذا البرج اللي نشب فيه الحريق، عايز بس اعرف من حضرتك تفاصيل اكثر عن الحادث يا فندم. نعم، عايز اعرف من حضرتك تفاصيل اكثر عن الحادث. حضرتك من ضمن السكان اللي تضرروا بسبب هذا الحريق؟ انا في البرج اللي قدامه على طول. ممكن اعرف من حضرتك تفاصيل اكثر؟ يعني احنا كل اللي شفناه لقينا دخان وولع من النار، وفي بعض السكان حاولت انها تطفيه، مع يعني مفكره يعني حريقه عاديه. وبعد كده لقينا النار زادت، فبلغوا المطافي فجت. فحاولت المطافي تطفي في الاول، النار ابتدت تزيد، وبعدين ما فيش اي فتحه في جدار العماره. لان ما نعرفش بان احنا اساسا ما نعرفش بان ده مصنع او مخزن او ايه. احنا كل نعرفه بان دوت هيتعمل مول. كنا نعرفه بان ده هيتعمل مول. لكن بعد كده يعني العماره ما سكنتش كلها ولقيناها مقفوله. حتى البواب اللي هو ابو يوسف بتاع العماره يعني بيمسح لنا العربيات وكده، لا بنشوف عمال داخله ولا بنشوف حد خارج من مدخل العماره. ما نعرفش هم بيخشوا منين او بيخزنوا الحاجه فين ولا ازاي. يعني هو حضراتكم انت حضرتك ساكن في المنطقه دي من امتى يا استاذ جمال؟ بقى لي 4 سنين. يعني حضرتك بتظل ال4 سنوات ما تعرفش ان ده مصنع او مخزن؟ ما شفناش اي حاجه، ولا شفنا اي عمال داخله ولا اي حاجه خارجه. ولا عربيات بتيجي تحمل ولا عربيات بتيجي تنزل حاجه. ما نعرفش بقى اذا كان في ظهر العماره هو عامل بوابه ثانيه ولا ايه. تمام. بس طب ايه اللي حصل مع السكان في المنطقه هناك يا استاذ جمال بعد الاخلاء؟ نعم، بعد الاخلاء السكان ايه الجديد تاني في هذا الموضوع؟ الجديد يعني في ناس كتير، يعني ناس نازله بهدوم البيت ومع اطفال حافيه وكده، يعني كان منظر غريب جدا. هي اسعار العقارات في المنطقه في الشقق في المكان ده بتتراوح بكام يا استاذ جمال؟ يعني من حوالي 450,000 كده. 450,000. انا في سؤال بس عايز اساله لك يا استاذ جمال. هل حضراتكم لما كنتوا بتروحوا تشتروا العقارات دي عارفين بتشوفوا التراخيص اللي حصل عليها العقار، ولا كنتوا بتشتروا وخلاص؟ لا والله للاسف هو بنشتري وخلاص، ودي غلطه مننا احنا. وبعدين الغلطه الثانيه بان الحي ازاي يصرح المفروض بابراج زي دي؟ واحنا ناس عايزين يعني حاجه ان الواحد يعيش فيها. فيعني المفروض على حسب الدراسه وعلى حسب ما اعرف بان البرج دوت علشان يتعامل 10 ادوار يكون عرض الشارع يعني مش اقل من 20 50 متر. المفروض الشارع عرضه على قد المساكن، لكن الشارع بيبقى ضيق وعمارتين قصاد بعض. ما هي واحده نعم، ما هي دي الاشكاليه الحقيقيه، الناس ما بتلتزمش بالقانون، ولما يجي يعني يطبق عليها القانون يا استاذ جمال بيزعلوا. لا هو بصراحه المفروض فعلا القانون يتطبق، لان احنا كلنا متضررين. يعني احنا ما بنصدق مثلا نلاقي شقه ويقول لك قصت معاك وهعمل وكده، فبنحاول ان احنا عايزين نعيش. لان انت عارف الظروف. بس فيعني هو غلط من الحي، يعني بعد ما العماير ما اتبنت حتى الحي ما بيمرش. مفيش اي يعني حد بيجي. وانت اعترفت برضه يا استاذ جمال انه خطا منكم ان انتم ما اطلعتوش على اي اوراق رسميه للعقارات. احنا كل اللي شفناه الورق اللي هو بتاع الارض اسمه فلان والعماره بتاعته بس. طب مصير ما خدناش ورق بانها مسجله او مرخصه او الكلام ده كله. طب حضراتكم هل يعني انتوا تم اخلاءكم من العقارات المجاوره، هترجعوا امتى ولا ايه الدنيا معاكم؟ ما نعرفش والله، يعني اغلبيتنا بقى اللي رايح عند اخوه اللي رايح عند والدته، يعني مش عارفين. تمام يا استاذ جمال، انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ جمال على هذه المداخله وعلى التوضيح. والحقيقه هنا برضو يعني ده اعتراف رسمي استاذ جمال ان هم فعلا اخطاوا، بس عايزين شقه يسكنوا فيها. بس الحقيقه هنا ده السؤال المطروح هنا، الناس دي هتاخد حقها ازاي؟ هل هتاخد حقها من صاحب العقار، ولا هتاخد حقها من المسؤولين اللي في العاد البائد، ولا ايه الاجراء القانون ان هم يسلكوه؟ عشان انا راجل اشتريت شقه، مصيري ايه؟ ذنبي
ان انا ادفع تحويشه عمر في شقه وفي الاخر بسبب مش جشع وطمع صاحب العقار يكون مصيرها مثلا مثل هذا المصير، ان هي في الاخر تهدم بسبب يعني يستغل البدروم لمصنع. والحقيقه لو فتشنا على جميع العقارات اللي موجوده في مصر او في جميع الابراج اللي موجوده واتبنت بعد 25 يناير هنلاقي جميعها فيها كارثه هتحصل وربنا يسترها، لان انت مفيش لازم. وده اللي دفع الدوله النهارده ومحافظ الجيزه وسياده المستشار رئيس هيئه النيابه الاداريه بان هو يناشد المواطنين ان هم يبلغوا عن اي عقار شايفين فيه اي مبنى مخالف او اي مصنع مخالف مستغل البدروم بتاعه لهذا ممكن يستغله لمصنع او بدروم فيه مواد تكون تسبب في اشتعال حراك بعد كده، وده يعمل مشاكل كبيره تانية. الحقيقه انا ده سؤال عايز اوجهه للضيف اللي موجود معايا الاستاذ المستشار بدر عبد المحسن المحامي بالسناف العالي ومجلس الدوله. سياده المستشار، حضرتك تابعت الحريق ده ازاي؟ وايه الاجراء القانوني اللي يسلكه الاهالي للحصول على حقهم؟ والله حضرتك بص يا استاذ محمد، هو العقار اللي اتحرق ده هو انت يعني ما تبصش للعقار ده من بعد 25 يناير من اسكندريه لاسوان اتبنت تعتبر دوله جديده. ملايين العقارات اتبنت في خلال السبع ثمان سنين اللي هي عقبه ثوره 25 يناير وما عقبها من فوضى واضطرابات لغايه ما الامور الحمد لله احنا قربنا على 3 مليون عقار مخالف. تخيل الرقم الضخم ده، تلاقي 3 مليون عقار، تلاقي البرج طلع في خلال شهرين برج 10 ادوار، مفيش مراعاه للاشتراطات البنائيه لعرض الشارع لوسائل التامين، لا قدر الله في حريقه في كارثه في اي حاجه. يعني انت حضرتك بتقول بتوع الحمايه المدنيه قعدوا حوالي يومين ثلاثه ثلاث ايام عشان يطفوا الحريق. لو عرض الشارع تمام، الاستاذ جمال بيتكلم كمان ان هم مش عارفين يطفوا الحريق بسبب مش عارفين يخشوا، عشان ده مهمة انتحارية. البنا ده في نظام وعاملين حساب لو في ترخيص وفي يعني في وسائل تامين لا قدر الله في حاله الكوارث والحرائق هيطفوه على طول، ولكن للاسف كله بنا عشوائي. ما تبصش للعقار ده، جميع العقارات اللي اتبنت بعد 25 يناير زي ما قلت حضرتك ممكن تفتقد للسلامة الإنشائية. برج بيتبني هو الراجل المالك عايز يبيع ويكسب ملايين على حساب بقى مش مشكلة بقى البرج يقع يفتقد وسائل الإيمان وسائل الحماية المدنية أو وسائل السلامة الإنشائية مش في دماغه الكلام ده هو للأسف، في ظل غياب برضو من بتوع الأحياء والمحافظة. معلش البرج ده مش هيقوم في عشر في شهرين ثلاثة أربعة وبتوع الحي مش شايفينه. يعني برج أنت بتقول مساحة 1000 متر، 1000 متر 1000 متر تخيل، يعني أنت عارف 1000 متر يعني ربع فدان. يعني برج عملاق 10 أدوار ما شافوش بتوع الحي 14 دور 14 دور تخيل بقى، والدور دور في 10 في المساحة الإجمالية 1000 متر يعني ما شافوش. يعني قيس على الموضوع ده ملايين العقارات من اسكندرية لأسوان للأسف المسؤولية في الموضوع ده بتنحصر بين المالك والمقاول والمهندس اللي عمل الرسوم الانشائيه. يعني ثلاث المسؤوليه التقصيريه والمسؤوليه الجنائيه والمدنيه، اي تقصير او اي ضحايا او اي اصابات تنجم عن ان في خطا في الانشاء او خطا في التنفيذ او في السلامه الانشائيه بيتحملها المالك العقار والمقاول المنفذ والمهندس المعماري او المهندس الانشائي، كل حسب نصيبه او خطأه اللي ادى الى وقوع. لو تفتكر احنا من 15 يوم اتكلمنا يا استاذ محمد عن القتل الخطا من ضمنهم لا الحمد لله المسؤوليه الاخطاء الناتجه عن اعمال البلاء والهدم. الحمد لله هذا الحريق لم يصفر عن اي اصابات الحمد لله الحمد لله ربنا سترها يعني ربنا سترها وبصراحه الحمد لله يعني ورجال الشرطه نجحوا في احلاء المباني المجاوره وحتى المبنى الحمد لله نجحوا في اخلاءه الحمد لله، هو بس كل الضرر في الشقه اللي تم بتنحصر في الثلاث اشخاص دول المالك المقاول المهندس الانشاء. انا كساكن اعمل ايه عشان اخد حقي من المقاول او من التلات ترجع على ترجع حضرتك ترجع على المالك ترجع على مالك العقار. طب انا في حاله هذا العقار سيتم هدم العقار تمام انا اعمل ايه الاجراء القانوني اللي اتبعه عشان اخد حقي، وانا في شقه وصلت بس على ما شطب شقته وصل لمليون جنيه تمام تشطيبات على مع الشراء يعني سعر العقار من 400 لنص مليون يعتبر شقه بنص مليون ممكن التشطيب يخش في نص مليون ما هو بيقول لك من 450 ل 500 بلاغات للنيابه ويرفع دعوه تعويض على مالك العقار
دعوه تعويض على مالك العقار. هو مسؤول مسؤوليه مدنية، المسؤوليه الجنائيه والمدنيه. المسؤوليه الجنائيه لا قدر الله لو حد توفى او اصيب من جراء الخلل اللي في العقار، او المسؤوليه المدنيه اللي هي دعوه التعويض اللي هو اي خطا بيسبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. وبصراحه النهارده انا يعني بشيد بقرار رئيس هيئه النيابه الاداريه بصراحه، يعني هو يعني تشكيل لجنه للبحث ومعرفه الاجراءات اللي تم فيها هذا العقار حصول على ان هو حق الانشاء، وايضا المسؤولين اللي سهلوا هذا الموضوع، ده قرار برضو يعني هيسلك اسلك سرور الكثيرين. لابد من معاقبه اللي سهل اي مخطئ يتعاقب. اي مخطئ يتعاقب، ولا سيما ان الموضوع الحمد لله ربنا ستر ان مفيش ضحايا او وفيات او اي حاجه من هذا القبيل الحمد لله. بس ولكن وهو مش كل مره تسلم مجرد زي ما بيقول الناس، خاصة ان احنا عندنا عقارات مخالفة كتير جدا. بقول لحضرتك ملايين من اسكندرية الاسواق، وعندنا برضو في عقارات، يعني احنا بنتكلم برضو ان انت عندك في عقارات قايلة للسكوت، يعني تروح من 100,000 عقار قايلة للسكوت على مستوى الجمهورية، وده برضو رقم ضخم. تمام. ده برضو هيدفعنا لموضوع كمان ايضا في هذا الموضوع. انا في ناس بتبقى مأجرة، واحيانا ان هو ايجار القديم، عايزين نتحدث عن الايجار القديم، في مناقشات سيتم فيها الحديث عن قانون الايجار القديم في مجلس النواب الحالي، وده يعني من ضمن القوانين سيتم مناقشته مره تانية في مجلس النواب. الحقيقه انا عايز افهم من حضرتك يعني ايه قصه الايجار القديم والامتداد القانوني والعقد الايجار. تمام. نتكلم في موضوع اولا يعني موضوع الامتداد القانوني والاسباب اللي دفعت المشرع ان يعمل موضوع الامتداد القانوني. تمام. الامتداد القانوني ده يعتبر من النظام العام رخصه منحها المشرع للمستاجر. تمام. بل تعتبر من اهم الرخص وتعتبر عصب قانون الإسكان في مصر. بموجب الامتداد القانوني بيتجدد العقد الإيجار تلقائيا بدون رغبة المؤجر، خدت بال حضرتك؟ تمام. وبيطبق وبيلتزم به كل من المالك والمستأجر، طالما ان المستأجر بيقوم بالوفاء بالتزاماته الناشئة العقد مثل دفع الإيجار، دفع استهلاك المية، الكهرباء، الغاز، كل حاجة بيدفعها الراجل المستأجر، ما يقدرش مالك العقار او المؤجر يطلعه. ده الموضوع ده اللي هو الامتداد القانوني. الامتداد القانوني ده. تمام. الامتداد القانوني طبعا في اسباب، طبعا الاسباب دي يعني في عقاب، يعني هي يمكن هنتكلم في نقطه بعيده شويه. تمام. من 70 80 سنه في عقاب الحرب العالميه الاولى، ان طبعا المدن المصريه وعواصم المحافظات لما كان الحرب شغاله، الجيوش الحلفاء من عسكريين ومدنيين، الدول اللي قامت فيها الحروب جه هنا يعني جوه مصر، نقص مواد البناء نتيجه الحرب، هجره اهل الريف للقاهره وعواصم المحافظات، كل الامور دي ادت الى تفاقم ازمه الاسكان. دفع الموضوع ده الملاك ان هم يخيروا المستاجرين، لاما اتفضلوا الاماكن ديت العين المؤجره عشان ياجروا الناس تاني بمبالغ طائله، او تمام او هرفع عليك الايجار، وطبعا ايجار فاحش. كل الامور دي ادى الى تدخل المشرع يعني والوقوف الى جانب المستاجر باعتبار ان هو الطرف الضعيف في هذا الوقت في العمليه او العلاقه الايجاريه. وبالتالي اصدر مجموعه من القوانين الاستثنائيه، من ضمنهم الامتداد القانوني اللي هو بقوه القانون يجدد العقد الى ما شاء الله. تمام. حتى الان. تمام. انا هرجع لحضرتك عن نتكلم عن الحالات الامتداد القانون العقد الايجار. بس معانا اتصال تليفوني كمان من البحيره، استاذ كمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استفسارك يا استاذ. والله انا بنحييكم صراحه على الموضوع اللي بتتكلموا فيه. الله يخليك يا استاذ كمال. احنا عاوزين الرئيس او الاجهزه الرقابه يعني تعمل نبضه للبلد ديت ومحلياتها. مش ممكن واحد يروح يعمل مخزن يحط فيها مواد قابله للاشتعال، واحد يعمل مصنع تحت عمارته، يعني انا مش عارف الراجل ده جاب الجرأه دي منين يعمل العماره دي في المنطقه ديت ويعمل مصنع فيها. ما في دور هنا يا استاذ يعني كمال للمواطنين. يا استاذ كمال، يعني يا استاذ كمال، يا استاذ كمال، في دور للمواطنين برضو. يعني انت ما انت ما تروحش العقار مخالف وتشتري وتبقى عارف ان في مصنع تحت منك وتنفض برضو يعني. لا ما اتكلمش على كده حضرتك. الو. ايوه مع حضرتك يا استاذ كمال. كم ما بتكلمش على البيع والشراء، بتكلم على الراجل اللي معدي اللي هو بتاع الحي اللي بيعدي على الراجل كل يوم وهو بيجي. يعني مره الرئيس كان في اجتماع بيقول هل الراجل ده بنى العماره ووداها الموقع ولا اتبنت وعلى على رؤوس الاشهاد؟ لا اتبنت والناس موجوده طبعا. طيب
النادي تتحاسب حبيبتي هيبقى وده اللي النهارده قرر رئيس النيابه الاداريه هيئه النيابه الاداريه اتكلم فيه وبيبحث في هذا الموضوع صح. في هذا الموضوع استاذ كمال انا شاكر جدا حضرتك على المداخله استاذ كمال. هو بياكد ان احنا لازم بد من محاسبه المسؤولين من الحي وبرده كلام حضرتك الخطا برضو مش بتوع الحي فقط الخطا من الناس برضو طبعا ما الناس عارفه ان ده ابونا مخالف وبياخد مفيش مشكله مفيش مشكله عنده ما يتحرك امتى بقى لما تقع كارثه حريقه عقار ينهار يتحرك وللاسف الموضوع 15 يوم وممكن يتنسي تاني وهكذا ربنا يسترها للاسف للاسف المباني المخالفه دي ربنا يستر منها ربنا يسترها بجد ربنا يعني. يسترها انا عايز افرح حضرتك ما هي حالات الامتداد القانوني تمام حالات امتداد القانوني العقد الايجار بتاعك حالات امتداد القانوني يعتبر خمس حالات ماشي الخمس حالات الامتداد القانوني لعقود الايجار الحاله الاولى الامتداد القانوني لعقود الايجار لصالح اقارب المستاجر الاصلي بالنسب من الدرجه الاولى تمام. زي الوالدين الزوجه الاولاد تمام الحاله الثانيه الامتداد القانوني لعقود الايجار لصالح اقارب المستاجر بالنسب بالدرجة الثانية والثالثة زي الإخوة والأعمام والأخوال والخالات والعمات والجد والجدة وأولاد الأخت وأولاد الأخ تمام وبنات الأخت وبنات الأخ ده تاني حاجة ده تاني حالة تاني الحالة الثانية الحالة الثالثة الامتداد القانوني لعقود الإيجار لصالح أقارب المستأجر الأصلي بالمصاهرة من ناحية الزوجة من ناحية الزوجة يعني ما اكتفاش من ناحية النسب لا من ناحية الزوجة خلي بالك ده قانون للأسف أنا أعتبر أنه قانون ظالم حتى لو أنا مستأجر واحدة قديمة من ناحية الزوجة ماشي بيشمل أقارب الزوجة أخواتها أعمامها عمتها خالتها أخوالها ولاد أختها ولاد أخوها بنات أختها ولاد أخوها دي الحالة الثالثة الحالة الرابعة الامتداد القانوني لعقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر في العين المؤجرة لنشاط تجاري أو حرفي أو مهني أو صناعي تمام الحالة الخامسة شركاء الامتداد القانوني لعقد الإيجار لشركاء المستأجر الأصلي في العين المؤجرة لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني ده أو كله حرفي. في امتداد العقد ده خمس حالات خمس حالات أنت لو بصيت للخمس حالات هتلاقيهم في ظلم مبين على المالك على المالك طبعا المستأجر بيحط رجله في العقار من هنا خلص بقى. من 60 سنه يمكن حتى الان مات وخلف ابنه وابنه وحفيده وهكذا الامور متداوله في ده ظلم لا ضرر ولا ضرار الشرع الاسلامي بتقول لك لا ضرر ولا ضرار طبعا في سنه 1997 المحكمه الدستوريه بخصوص طعن اترفع قدامها حكمت بعدم دستوريه اربع حالات يعني الخمس حالات دولت الحاله الاولى فقط اللي هي ما تحكمش فيها بعدم الدستوريه ودي بتطبق يعني الاربع حالات التانيين يعني الحاله الاولى اللي احنا قلنا اقارب المستاجر من الدرجه الاولى بالنسب ولاده زوجته والديه طب يعني دي منطقيه مفيش مشكله تمام هناخد اتصال تاني الاستاذ جمال من الاقصر استاذ رجب استاذ محمد استاذ رجب حبيبي يا استاذ محمد اتفضل يا استاذ رجب استفسار حضرتك يا استاذ رجب أنا بحييك وبحيي سيادة المستشار الأول بحيي فريق إعدادك المحترم كل واحد باسمه بصراحة يعني شكرا أستاذ رجب الله يخليك بالنسبة عاوز أنا ناشط الوطن الجميل بتاعنا مصر لو حد يشوف حاجة جنبه غلط يبلغ بيها أول بأول عشان ما نحصلش للكوارث دي دي رقم واحد تمام شفنا حاجة غلط شفنا مصنع مخالف شفنا حاجة تحت السلم مش عيب يا إخواننا إن إحنا نبلغ مش عيب إن أنا شايف حاجة غلط أبلغ عليها مش عيب عشان ما نوصلش لكده نمرة اثنين سؤالي لسيادة المستشار اتفضل أنا معايا عقد دكان ثلاث سنين يتجدد تلقائي وبعد كده هو فارس عليه ثلاث سنين وفارس عليه ثلاث سنين وفارس عليه ثلاث سنين ودلوقتي أنا داخل في السنة اللي هي إيه يعني يعتبر السنة 13 يعني في ثلاثة بأربعة أربعة ثلاثة بـ12 وداخل هين السنة اللي هي ال 13 دي تمام مضروب هو ايه؟ بعت لي انذار عاوز يطردني فانا ما عرفتش عاوزك تستراح القصه دي يا سياده المستشار انذار بالطرد؟ والله بعد يدرك انا داخل في المده هو يجدد نفسه تلقائي طب هل العقد كان فيه يعني في زياده سنويه ولا لا؟ لا ما طلبنيش خالص هو بيجدد نفسه تلقائي جاب السنه ال 13 اللي هي لسه المده اللي هي الخامسه
تمام. يعني 4-3 ب 12 واستفسار بس يا استاذ اسمه استاذ ايه؟ استاذ رجب سياده المستشار عايز يستفسر من حضرتك. هو استفسار هو بدا العقد كام سنه انت بتقول يعني في البدايه؟ هو ثلاث سنين عمل لك عقد لمده ثلاث سنين وتجدد تلقائي 14 سنه تلقائي تمام واستمر لمده 13 سنه مستمر لمده 13 سنه دروك ايه عايز يطلعني هو والقيمه الاجراءيه واحد ما زودنيش خالص غير ايه هو كل مثلا ايه كل مده بيزود لي مبلغ لكن اللي مكتوب في العقد هو هو تمام اللي هي 150 جنيه تمام ممكن اي كل مده اديهم له 200 اي كل مده اديهم له 250 بس مش مكتوب حاجه في العقد غير الاساس 150 وهو بعت لك يعني انذار ب ان هو مش عايز دورك بعت لي انذار بالطرد ان هو مش عايز يجدد ان المده خلصت بس انت انا داخل في المده الثالثه الخامسه اللي هي يتجدد تلقائي فانا ما اعرفش عاد اشرحها لي دي النبي اساسا طب هو انت كنت دفعت مبالغ حاج رجب كل شهر في شهر وعلى طول لا كنت دفعت مبالغ ساعه ما اجرت منه لا ولا حاجه تمام كل شهر في شهر وسيادتك تمام يا استاذ رجب اسمعنا بقى حضرتك من التلفزيون وسياده المستشار هيوضح لحضرتك يعمل ايه يا استاذ رجب هو دلوقتي المفترض انك عملت عقد ثلاث سنين وبيتجدد بيتجدد تلقائي تمام يجوز للمؤجر بعد انتهاء المده ان هو ممكن يرفع اصل ما فيش تأبيد هو ما حددش تعرف لو كان الاستاذ رجب مع المالك كتب عقد لمده 20 سنه خلاص ارتضينا ايجاب وقبول ولكن لمده 3 سنين حكايه يجدد من تلقاء نفسه دي طبعا هو هيرفع عمل له انذار وهيرفع القضيه القضيه طبعا هيبقى فيها تحقيق وفيها شهود وهيثبت الاستاذ رجب قدام المحكمه بكافه طرق الاثبات ان العقد ده لمده طويله لو عرف يثبت الكلام ده هو خير وبركه ما عرفش يبقى هو المفترض ان العقد ملتزم بالمده اللي هي مده 3 سنين 3 سنين هو بيجدد بموافقه المالك ولكن المالك بس هو رغب الاستاذ راكب برضه بيتحدث ان هو بيدفع قيمه كل فتره بيدفع قيمه اعلى عن اللي موجود في العقد تمام ماشي لا هو القيمه اللي في العقد كام اما هو بيدفع عنها يزود عنها كل مره بالاتفاق يعني كلمه شرف تمام من غير ما يكتب كده في العقد تمام لا ما فيش حاجه اسمها في حاجه اسمها في كتابه تثبت حقك بالكتابه تمام عموما في جميع الاحوال القضيه دي هتروح تحقيق وفيها شهود معظم قضايا الايجارات هيبقى فيها تحقيق وفيها شهود تمام لو اثبت ان هو العقد ده طويل المده وان هو مثلا اتفق مع المالك ان هياخد المكان ده لمده طويله وجي اخلي المالك طبعا لو حاول يثبت الكلام ده ممكن يتحكم له بامتداد عقد الايجار تمام احنا معانا برضو اتصال تاني مدام ايمان اتفضلي السلام عليكم يا فندم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استفسار حضرتك يا مدام ايمان انا على الهوا دلوقتي يا فندم استفسار حضرتك ان انا مأجره شقه ايجار مؤقت تمام كان 3 سنين عقد ودفعت مقدم 3000 جنيه ان انا اخدهم وانا ماشيه من الشقه تمام العقد مدته انتهى فقال لي اقعدي في الشقه كده من غير عقد وانت ما تيجي ماشي هديكي فلوسك وبدفع وزود الايجار عليا بس بيديني وسط ايجار شهريا وانا دلوقتي عرفت ان هو ما بيديش فلوس اي حد بيطلع ما بيدوش فلوسه تاني اللي هم ال 3000 جنيه اللي انا دفعتهم اللي هو كان نظام تامين كان نظام تأمين يا مدام وانا عايز اطلع امشي بعد في الثلاث اشهر دول هل دلوقتي لو انا ما دفعتش الايجار اللي هم اقل يعني الثلاث اشهر هيبقى اقل كمان من المبلغ انا ايجاري 900 جنيه اقل من المبلغ اللي هو المستحق عليا هل يقدر يتخذ معايا اي موقف قانوني او انا اعمل ايه او ايه الصح في الموقف ده تمام او يعمل معايا اي اجراء ان انا يعني انا عايزه اطلع انا الشقه زي ما هي وهسلمها له احسن من الاول تمام بس انا هو فعلا الناس كلها اللي طلعوا واللي موجودين في البيت قالوا ده ما بيديش اي حد حاجه تمام حضرتك اسمعينا طبعا مده العقد انتهت تمام حضرتك اسمعينا بقى من التلفزيون وثابته ال 3000 جنيه في العقد ثابته ما هو العقد مدته انتهت ايوه ثابته ان دفعت التامين مكتوبه مبلغ التامين 3000 جنيه في العقد يا استاذه موجوده في تمام. العقد تمام سيادة المستشار يوضح لحضرتك اسمعينا بقى مدام ايمان سيادة المستشار هي بتسال برضه هتعمل ايه
تمام. ده مشكله حقيقيه بيتعرض ليها معظم اللي بيستاجروا الشقق. بيبقى دافع تامين وبيجي عايز يخرج صاحب العقار بيقول له لا مش هتاخد حاجه. هي بتقول انا فاضل لي 3 شهور وعايز امشي، مش هتدفع الايجار عشان تاخد حقها. تمام. بالرغم ان هو مش هيوصل للحق بتاعها. تمام. بس هي بتقول هل هيقدر يرفع عليها قضيه ويطالب بحقه بالثلاث شهور دول ولا ايه؟ طب ما هو يديها يعني المفروض يتعمل مقصه. يعني هو هي ليها 3000 جنيه. وهو المفترض لو ما رضاش يديها الفلوس ديت هتعمل محضر اثبات حاله وممكن لو هي عايزه تقعد بال 3000 جنيه بتوعها ما فيش اي مشكله. ما يقدرش بقى يدعي بقى ان هي ما انت ما هي ليها فلوس عندك. تمام. ما هي ليها فلوس عندك وبالتالي يعني اقرب حاجه تعمل له انذار او محضر اثبات حاله ان في 3000 جنيه وانا عايز اسيب الشقه ولو سمحت اديني ال 3000 جنيه بتاع. استجاب خير وبركه، ما استجابش على الاقل تقعد في بال 3000 جنيه في الشقه لغايه ما ينتهي. هو يقدر يتخذ ده اي اجراء؟ اي اجراء من اي نوع؟ اي اجراء قانوني؟ هيعمل ايه يعني؟ اي اجراء زي ايه؟ ما هي اللي بتساله وتستفسر. يعني اي اجراء زي ايه؟ يرفع عليها قضيه، يطالبها بتعويض، يطالبها باي شيء؟ مفيش تعويض ولا حاجه. اي تعويض واي يعني انا عايز اعرف عشان يطردها من الشقه او عشان يطلعها من الشقه؟ لا هي هتمشي كده كده يعني طالب ان ياخد منها فلوس 3 شهور ليه ما دفعتهمش. لا ما هو برضه ما هي ليها فلوس. ليها فلوس تعمل مقصه وخدي حاجتك واديني حاجتي بس ما فيش اي مشكله. تمام. ما فيش اي مشكله. احنا عايزين نروح لحضرتك، احنا بنتكلم ان في المحكمه الدستوريه تكلمت ان في 4 حالات. اتحكم بعدم الدستورية. بعدم الدستوريه في 4 حالات. تمام. الحالة الثانية اللي هي امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر بالنسب، أقارب المستأجر بالنسب من الدرجة الثانية والثالثة اللي هو الأعمام والأخوال والخالات والعمات والجد والجدة. دي اتحكم بعدم دستوريتها. أقارب المستأجر بالمصاهرة من ناحية الزوجة اتحكم برضو بعدم الدستورية. الحالة الرابعة كان حصل فيها تعديل. حاليا بعد حكم المحكمه الدستوريه او احكام المحكمه الدستوريه اللي هي صدرت في سنه 97 يعتبر حاليا في 3 حالات لامتداد القانون، من ضمنهم الحاله الاولى اللي هي المحكمه الدستوريه ما جاتش عندها. خدت بال حضرتك؟ الحاله الثانيه دي من ضمن الشروط صح؟ اللي هي الشروط الامتداد القانوني لعقد الايجار ولا لا؟ دي الثلاث حالات، ده الحالات اللي تم تعديلها، اللي استقرت عليهم الامور حتى الان يعني المشرع ماشي عليهم على هذا الوضع. تمام. مش اي مشكله. طبعا في حالات ثانيه غير الحالات اللي نص عليهم المشرع في الامتداد القانوني، في حالات امتداد قانوني قضائي. الحالات دي حوالي 3 حالات. الحاله الاولى من امتداد الامتداد القضائي لعقد الايجار. الحالة الأولى المشاركة السكنية. المشاركة السكنية عبارة عن إيه؟ نفترض أنا وأنت يا أستاذ محمد اتنين زمايل في الشغل أو في العمل وراحوا يتأجروا شقة من مالك العقار. طب هنكمل الكلام ده في النقطة. تمام. دي بالتحديد. معانا اتصال تاني من مدام مها من القاهرة، اتفضلي يا مدام مها. ألو. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، استفسار حضرتك إيه يا فندم؟ أنا بتكلم بخصوص قانون الإيجارات القديم، أنا بس عايزة أقول عليه كلمة يعني. قانون الإيجارات القديم ده أدى إلى إنه جعل كل إنسان يعني كل واحد ساكن في شقة قانون قديم بقى ظالم. هو بقى ظالم بالقانون، بس هو فعلياً ظالم، ونتيجة ظلمه ده يؤدي حتى لقلة البركة في المجتمع. إن في يعني قطاع كبير جدا من الشعب مظلوم فعلي، واي حد بيقول انه لا ده قانون مش ظالم هو عارف داخليا ان هو ده ظالم. عارف نفسه ان هو ظالم المالك، وان الوضع كده سيء جدا في حق المالك، وده ظلم يعني تجاه ربنا حتى دينيا. اي دين من الاديان واي عرف واي عدل رباني لا يقبل هذا الظلم. تمام. فان احنا نغير القوانين دي بحيث انها نرفع الظلم عن المالك، ده هيؤدي حتى للبركه في المجتمع. لان الدنيا بقى فيها ظلم بين لقطاع كبير مش قادر لا يسامح المستاجر ولا يسامح اللي حط القانون ولا يسامح ده. فده يعني ان احنا نرد الموضوع ده لاصله وللسليم فيه، ان ايه ده هيؤدي حتى يعني
لعدل تجاه ربنا. وده ان شاء الله مدام مهد ان شاء الله هيتم مناقشته في مجلس النواب، واكدوا على النقطه دي ان هو هيتم التعديل ان شاء الله في قانون الايجار القديم ان شاء الله. شكرا لحضرتك مدام مها. لحضرتك شكرا لحضرتك على المداخله. هنكمل احنا برضو احنا قلنا في الموضوع احنا اتكلمنا ان هو ظالم، في ظلم حضرتك، في ظلم على بالنسبه بقى حضرتك الثلاث حالات الامتداد القضائي، احنا اتكلمنا على ثلاث حالات امتداد قانوني. في امتداد قضائي بحكم المحكمه. بفترض انا ان اتنين زمايل او اصدقاء في الشغل في العمل في الوظيفه راحوا اتاجروا شقه من مالك العقار. مالك العقار قال لك انا هكتب الايجار العقار باسم الايجار او العقد باسم واحد منكم اللي هو مثلا الاكبر سنا، مع ان الطرف الثاني زميله قاعد معاه منذ بدايه الايجار وبينتفع بالعين زيه زي المستاجر الاصلي زميله. تمام. توفى المستاجر الاصلي او ترك العين، في الحاله دي بيمتد عقد الايجار للشخص المشارك للمستاجر الاصلي عند الوفاه او الترك. ده امتداد قضائي لو لجأ للمحكمه واثبت ان هو كان بيقيم منذ بدايه عقد الايجار حتى وفاه المستاجر الاصلي اللي هو زميله او تركه للعين المؤجره بيمتد له عقد الايجار. الحاله الثانيه من الامتداد القضائي، الحاله الثانيه منصوص عليها في الماده 20 من قانون رقم 136 سنه 81. تمام. بموجب يحق للمالك، بموجب هذه الماده بيحق للمالك اذا رغب المستاجر في بيع المتجر او المصنع او بيع وحده او بيع حق انتفاع لوحده سكنيه مؤجره لغرض السكن او لغير غرض السكن ان يحصل على 50% من قيمه البيع او التنازل على حسب الاحوال. تمام. في الحاله دي يجب على المستاجر انه يعمل له انذار على يد محضر لو رغب في الشراء بيعرض الفلوس اللي تم بيها البيع مخصوم منها ال 50% اللي هي حقه. ماشي. تمام. طبعا والايداع ده بيكون في خزنه المحكمه اللي فيها العقار الموجود به الشقه، وانذار او ايداع مشترط ان هو بتنازل المستاجر عن العين المؤجره واخلاء العين المؤجره. اذ لو ما ردش المالك في خلال شهر من تاريخ الانذار يبقى ده مش عايز يشتري، ويجوز للمستاجر انه يبيع الشقه لواحد تاني مشتري. ده هيخليني اسال حضرتك، هل عدم الانتفاع بالعين المؤجره ده يعتبر ترك للشقه؟ عدم الانتفاع بالعين المؤجره يعتبر ترك من العين؟ لا يعني يعتبر ترك ولا ايه؟ يعني افترض ان حضرتك متاجر شقه وبتدفع الايجار بتاعها ولكن مش بتقعد فيها. لا ما يعتبرش ترك. طالما انت بتوفي بالالتزامات اللي عليك. يعني انا بأجر شقه وما بقعدش فيها، ما ده مش ترك. ما هو انت مش تاركها. انت يعني ممكن الترك ده لازم يكون نهائي. طب انت ممكن حضرتك تسافر للسياحه للعلاج للدراسه، هل معنى كده انت لو سافرت يبقى سبت الشقه؟ طالما بتوفي بالالتزامات اللي عليك اللي منصوص عليها في عقد الايجار بيمتد لك عقد، يعني بيمتد عقد الايجار ولا يجوز للمالك اخراجك او طردك على اساس انك ما بتنتفعش بالشقه. ايضا في سؤال تاني. انا يعني الزوج لو عنده شقه اخرى، الزوج لو عنده او مقيم في شقه اخرى، هل ده بيعتبر ترك للشقه اللي هو مستاجرها ولا ايه؟ يعني هو كده عنده شقتين. يعني بيفترض ان هو مثلا متزوج من زوجه اخرى. لا ما يعتبرش ترك. ليه بقى؟ لا ما يعتبرش ترك. ما الترك برضه لازم مش في المفروض يبقى في شروط معينه تمام لو شخص اكتر حسب الحاله وحسب القضايا دي ممكن بتروح تحقيق وشهود. المفترض عشان يمتد عقد الايجار لشخص لازم يثبت ان الترك ده نهائي، الوفاة المستاجر او ترك نهائي. اما طالما مش ترك نهائي وبالتالي ما فيهاش اي مشكله. الزوج ممكن يكون متجوز زوجه تانية وقعد في شقه مع زوجته التانية، والشقه الاولانيه فيها الزوجه الاولى، معنى عشان هو اتجوز في شقه معنى كده انه ترك الشقه الثانيه. لا ده ما يعتبرش ترك. ده ما يعتبرش ترك. حتى برضو لو قام ببيع بعض المنقولات اللي في شقته، حتى لو يعني كل ده بيخضع للتحقيق. هل المستاجر لو باع المنقولات هل ده دليل انه هيسيب المكان؟ طب ما ممكن يشتري منقولات جديده. يعني مش معيار انه هيترك المكان. تمام. نرجع للحالة الثالثة اللي هو الامتداد القضائي اللي هي الخاصة ببيع المتجر أو المصنع. نص المادة 593 من القانون المدني بتقول إيه؟ إن يجوز للمستأجر
التنازل عن عقد الإيجار أو الإيجار من الباطل عن كل أو بعض ما استأجره ما لم يجد الاتفاق بغير ذلك. طيب نص المادة بقى اللي بعديها 594، إذا اقتضت الضرورة أن يقوم المستأجر ببيع المتجر أو المصنع يجوز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع اللي هو شرط المانع من الإيجار أو التنازل على عقد الإيجار، يجوز لها أن هي تبقي الإيجار على أساس أن المشتري يقدم ضمان كافي للمالك اللي هي 50% اللي احنا قلنا عليها على، وبشرط أيضا أن لا يلحق المؤجر أي ضرر محقق. دي ثلاث حالات بالامتداد القضائي غير الثلاث حالات اللي نص عليهم القانون. هل يجوز أن يتم التنازل من أحد المستفيدين عن امتداد القانوني للعقد الإيجار ولا لا؟ أنا مستفيد من شقة مأجرها وانتزلت بيها لشخص تاني، تمام، هل يجوز ولا هل يجوز قول كده هل يجوز تنازل بعض المستفيدين؟ يجوز يعني بيفترض أن المستفيدين أو الورثة كذا واحد إخوات مثلا، يجوز أن هم يتنازلوا كلهم لشخص واحد أو بعضهم لشخص أو شخصين، ما فيش أي مشكلة. والتنازل ده بعد التنازل ده لا يكون لهم حق أن هم يرجعوا للمكان ده، يعتبر تنازل نهائي، بيتنازلوا لأخوهم وأخوهم بيمتد له عقد الإيجار وبيقيم في الشقة إقامة هادئة ومستقرة ومحتدة، ما فيش أي مشكلة. طب هل يجوز التنازل من الباطن ولا لا؟ يعني إيه يجوز التنازل من الباطن؟ من دون علم، يعني انا اتنازلت عن شقيه الشخص من دون الايجار التنازل عن عقد الايجار او الايجار من الباطن وفقا للاتفاق اللي نص عليه في عقد الايجار. وهنرجع برضو ما في ناس بتلجا للنقط دي يا استاذ بدر، يعني هو ياجر شقه وحضرتك واستفاد منها ايجار قديم ويلجا ياجرها لشخص اخر بايجار تاني من باطن، لو عارف المالك هيرفع عليه قضيه طرد الايجار من الباطن، هيتعمل محضر اثبات حاله وهيثبت لو عرف المالك ممكن يثبت ان هي ده ايجار من الباطن واترفعت القضيه، وممكن المحكمه تدي له اخلاء للايجار من الباطن. طالما هو ممنوع من الايجار بيبقى منصوص في عقد الايجار ممنوع الايجار من الباطن او التنازل على عقد الايجار الا بموافقه المالك. الملك ما وافقش يبقى ما تنفعش انك تتنازل او تاجر بدون موافقته. لو عملت ان اجرت او تنازلت يجوز ان يرفع عليك قضيه. طب احنا معانا اتصال تاني، استاذ ابراهيم، اتفضل استاذ ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استفسارك يا استاذ غير بعد اذن حضرتك. استفسار حضرتك يا استاذ ابراهيم. انا عندي محلات في البيت. مش سامع حضرتك كويس. عندي جزء محلات في البيت. عندك جزء محلات؟ اجرت واحد وعملته عقد بسنتين. عادي بكم؟ بسنتين. جه بعدها بشويه قال لك انا عاوز المحل الثاني. اديتهوله على هذا العقد القديم اللي معاه، العقد القديم، ما عملتش عقد جديد بيه. هو هيخلى يوم 1/8 اللي جاي ده باخد له عقد. هل ممكن اجدده تاني على هذا العقد على هذا السعر ولا ازود؟ ممكن تجدد له ولا عايز تزود في القيمه الايجاريه للعقد؟ القيمه الايجاريه. تمام. معلش السؤال برضو مش واضح، انا مش هو احنا انا فهمته من حضرتك ان حضرتك عندك محلين اجرتهم بنفس العقد اللي اجرته له المحل الاولاني، صح؟ العقد هو الاثنين محلين في نفس البيت. العقد الاول هو خد واحد جبت تمام، ثاني سنه قال عاوز العقد البيت المحل الثاني الاخر. هو انا فاهم، هو انا فهمت. خلاص ماشي يا استاذ ابراهيم. هو بيسال، هو عنده محلين في البيت، شخص اجر منه المحل الاولاني من سنتين، تمام، وبعدها بفتره بعد السنتين اجر منه محل المحل الثاني، بس هو ما كتبش عقد للمحل الثاني ومشى العقد القديم على المحلين. حلو. هو المفروض خلاص العقد هينتهي في شهر 8 القادم، هو بيسال هل ممكن يجدد عقد معاه ويرفع منه فيه القيمه الايجاريه بتاعته ولا لا؟ يعني ده سؤال المالك يعني. هو ده مالك، صح. تمام. هيرفع ايه بقى؟ يرفع القيمه الايجاريه لل حسب الاتفاق. ما هو لو يمكن هو لو عايز يزود والمستاجر يقول لك انا مش هزود، خلاص ما هو ده بالاتفاق. لو ارتضى المستاجر مفيش اي مشكله انه يزود، ما ارتضاش هيسيب له المكان. مفيش اي مشكله. تمام. انا عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. في حاله الوفاه هل بينتهي عقد الايجار ولا بيستمر بعد الاولاد والزوجه؟ برضه بيفضل مستمر للحفيد لا القانون حكمها. هو بيمتد المره واحده فقط لغير مره واحده.
ما هو مش هيورث بقى أجيال وراء أجيال. يعني الغلطة اللي كانت حصلت في الخمسينات والأربعينات والستينات إن العقار مستأجر بقاله 60-70 سنة، لا اتحكمت بحكم المحكمة الدستورية مرة واحدة فقط لا غير. تمام. إمتى بينتهي الامتداد القانون العادل للإيجار؟ الامتداد القانون طبعا زي ما قلت لك حضرتك الامتداد القانون ده طلع بتشريع أو المشرع عملوا رخصة حماية المستأجر في وقت ما أو في زمن ما ووفقا لظروف معينة. وبالتالي طالما الامتداد القانوني اتعمل بقانون عشان يتلغي أو ينتهي برضو لازم بقانون. زي ما ابتدى بقانون عشان يتلغي الامتداد القانوني لازم يتلغي بقانون. تمام. أو بتشريع. برضو في سؤال عايز أسأل حضرتك، في حالة تنازل أو حالة أن أنا صاحب أنا مأجر الشقة وعايز أسيبها وامشي وعايز أخد حقوقي اللي أنا دفعتها في الشقة دي أعمل إيه؟ إزاي؟ الإيجار القديم معروف طبيعا أن الشخص بيدفع مبلغ مالي عشان الإيجار القديم، مبلغ الخليوي زي ما هم بيتكلموا عنه الخليوي، أعمل إيه عشان أخد حقي اللي أنا دفعته وأنا ما كملتش العقد بتاعي؟ يعني أنا المفروض العقد لو نتكلم وفقا للقانون القديم، القانون القديم لو القانون القديم أنا ما كملتش العقد 60 سنة زي ما موجود في العقد مش 60 بقى، هنتكلم على القانون القديم. القانون القديم انا قلتها لك بنص المادة 20 من القانون رقم 136. تمام. انت دلوقتي في شقة قانون قديم بتعرض، انت عايز تبيع الشقة دي او المتجر او بتعرض على المالك او في مشتري جاي لك هيشتري الشقة ده هيشتريها ب 100,000 جنيه. بتعرض على المالك، يا مالك الشقة دي الراجل هيشتريها ب 100,000، من حق الملك ان ياخدها بنص الثمن، يديك 50، يديك هو حق الملك 50% والمستأجر 50%. لو المالك هيشتريها يبقى يوضع المبلغ خزنة المحكمة بعد خصم 50%، يعني هيوضع في خزنة المحكمة 50,000 جنيه. ماشي. ده نص قانون، ده نص قانون، نص المادة نص المادة 20 في قانون 136 سنة 81. من حق ان الملك ياخد 50%. لو رغب انه يشتريها، لو رغب هيدفع لك المبلغ مخصوم منه 50% حقه. ما اشتراهاش خلي المشتري يشتري وهياخد نص الفلوس، يعني هيدي المشتري هيدي المستأجر 100,000 جنيه، نصهم هيروح للبيع. يعني في حالة البيع بيتم مناصفة بين المستأجر وصاحب العقار. تمام. المستأجر ياخد النص والمالك ياخد النص وفقا للقانون 106. في حالة اعتراض المالك ازاي؟ احيانا يعني صاحب العقار هو هيعمل له انذار بيعترض ان هو لا مش هشتري ومش هتبيع. المفترض يعمل ايه؟ يعني اعمل ايه انا؟ المفترض ان دلوقتي المستاجر هيعمل له انذار على يد محضر، يا مالك الشقه دي هتتباع ب 100,000 جنيه او المشتري هياخدها مني ب 100,000 جنيه. انت لازم هتشتريها، لو هيرد عليه في خلال الشهر هيعرض له نص الفلوس. مش هيشتريها، هيشتريها المستأجر، هيشتريها المشتري، والمشتري ملزم ان يدي المالك 50 نص الفلوس اللي هي ال 50%. للاسف وقتنا خلص. احنا لسه الرساله الاخيره، لسه ما كملناش. للاسف الرساله الاخيره في الموضوع ده احنا محتاجين نص تشريع. طبعا عشان يتلغي الامتداد القانوني لازم تشريع، زي ما هو اتعمل بتشريع هيتلغي بتشريع. وزي ما قلت لك في بدايه الحلقه ان بالرغم ان انا ممكن اكون مستاجر ايجار قديم، ولكن شايف الايجار ده القديم ده فيه ظلم بين للملاك. دي في ايجارات شقق ب 3 جنيه وب 5 جنيه لو القيمه الفعليه في الايجار ممكن تخش لها ب 2000 وفي 3000 جنيه. يعني يا ريت يراعوا الملاك. تمام. يا ريت يراعوا الملاك. انا في نهايه الحلقه بشكر حضرتك سياده المستشار بدر عبد المحسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، شكرا لحضرتك على تشرفك معانا وتوضيحك لبعض النقاط في مفهوم الايجار القديم وامتداد القانون العادل للايجار. والحقيقه احنا مجلس النواب في المنعقد الجديد هيستكمل المناقشات حول قضيه الايجار القديم من اجل اصلاح العلاقه بين المالك والمستاجر، وخاصه ان الملاك معترضين على القيمه التأجيرية أو القيمة الحقيقية لعقد الإيجار في هذا الموضوع. وأنا في نهاية الحلقة بشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة وتصبحوا على خير.